القرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول، بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر.
سميع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، كما تعودنا في الأسابيع الماضية أن نقرأ من كتاب رياض الصالحين كل خميس باب حسن الخلق. قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. عن أنس رضي الله عنه قال: قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. وعنه قال: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي قط أف، ولا قال شيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لما أفعله إلا فعلت كذا. وعن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: أهديت رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده علي، فلما رأى ما في وجهي قال: إنا لم نرده عليك إلا لأن حرم. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد أجمعين. واحد
بك حنينك. أبو بنادر. وين أبو بنادر؟ مش طلع. شبه مو بذاك. طق الكشخ مو بذاك. التعليق الجديدة والكجول مو بذاك. ما 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 في بدر. يقول كل شيء حولي يذكرني بشيء. شوف أي. شوف الهلال يا زراقة. تكفى يا. شوف السماء. شوف السماء. شوف يا قلبي الهلال. شوف الهلال. أقول لك شوف الهلال. أنا أقول لك لون السماء. كل شيء حولي يذكرني بشيء. أخوي شفت بدر بنادر. بدر بنادر شفته. مضيعينه في المنتجع. فاقدينه والله. ها ما شفته؟ لا. دوري يا ولد من اليوم ما لقيته. يا ولد والله ما ادري وين اختفى بدر بن نادر. ها تود ادوره من اليوم ما لقيته. والله يعين عاد والله يا اخي ما شفتوه انتم؟ لا والله ولا بشعور يجيك بشعور. لا ولا عاد نبي نشوفه. ليه لا تحرص عليه؟ لا تحرص عليه صدق. خله ما ودنا نتكلم في ظهر الرجال لكنه متى اخر مره شفته بدر بن نادر؟ اخر مره شفته ها مشكلنا معه. هو عند يعني هو في هو لا تخليني اتكلم في ظهر الرجال تكفى. والله ما ودي. والله ما شفت بدر بن نادر. يا هلا يا هلا. لا تحرص انت بعد يا عيال افاجئك. ما انا بدر. ليش تستهبل علي؟ صدق والله انا بدر. استهبل صدقوني انا بدر. الشخص اللي جالس قدامكم انا بدر يا رجال. لا بدر ولا بنيدر. خليه يقول لي انا بدر بنيدر يا عيال. صاحي الموت سابق جديد. دخلوك المجموعه الاولى البرايم اللي قبلته ويطلعوا اللي اكلت ذاك اليوم هنا. انا اللي اكلت ايش اكلت؟ شفت انه مو لا ذاك حبيب جعله يسلم ورجال راكد رزين ويجلس في مكانه مو بيهجهج في المنتج تسمى عنده لا شغل ولا مشغله. كان يروح طال عمرك. شوف خويه يكتب سيناريو من ساعتين ويجي يقول اطلع فوقتك وخلي بقرا. ايه واذا ما وراه زعل. لا 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 يا عيال انتم هم راح شيكم على ذيك الجلسه. الجلسه حقت الليله. انا يا عيال صدقوني انا المشكله اني اسوي نفسه مسكين ذاك. لا مو مسكين. اسمع دامها كذا اسمع اصبر يا عيال انا بدر ترى لا تغلطون ترى انا عندها ما تبدر. اصبر خلني اعرف خوينا احنا عشان اجلسك الجلسه اللي الموضوع نفند الموضوع. يا سلام ما يسوي نفسه مسكين. اجل يسوي نفسه مجنون. يسوق الجنون. يا عيال يا عيال يا عيال شوفوا بقول لكم حاجه. ما نبي تقول شيء. اقول لكم حاجه. نبي بدر. ايوه مسكين كذا صح. ايه لا ما بنا ما بنا. السلام عليكم. عندنا شغل. ممكن اجلس معكم؟ لا لا عندنا والله عندنا موضوع. ايش قصدكم يعني ما تبوني اجلس معكم؟ عندنا موضوع. ما رحت الا في الجلسه اللي في اخر المنتجع. يا حبك للعواجع يا رب. يا الله لك الحمد. اي اسمع وين ما لقينا. موجود موجود. ما لقاني يا شباب الدنيا انت ضايع للحين. ها ابشر ضايع للحين. عبد الله وش عندنا كلكت؟ عندنا بس بخلصه و... ارفع ارفع لا اله الا الله. لا اله الا الله. ارفع ارفع بشوف. ما انا بروح ارقد. لا لا ابي الحين ابي احطه عند راسك اول ما تقوم تقراه. لا لا انا مسكين انا دائما مظلوم. ابي ارفع ابي اقرا السيناريو. يا عمي ملب والله ما تقرا. انا فيني نوم والله ما تقرا. الله يذكره بالخير. الله يذكره بالخير. بدر بنادر. يا بدر بنادر انا ابي اشوفه اليوم مشتاقه اليوم. لا لا مو عاد فيه اختفى ودي طالع ضاع ضاع. حتى الشيرات انقطعت بعد. اي طلع ابراهيم والمجموعه انت ايه. عرفنا حركتكم. قالوا انه دخلت واحد وخشيتوتكم تطلعونا. يا شباب نعم يا شباب مرحبا فيك. اول ما يضيق علينا مرحبا فيك في برنامج حياتك اثنين اخونا. مرحبا معك خالد منصور. واحد ثاني شخص انا من شو اسمك؟ اسمي بندر. وانت هيدا مصليطي؟ لا هيدا مصليطي. حسن الدوسري سفير الوقت. انت ما عندك. تركي تركي عرف على نفسك. تركي سمحت ابوي. تركي عرف على نفسك. واحد جديد دخلناه وزاد لا تصير. لا لا فهد عنده مشاركة. ترك الموسى. ترك الموسى انت اللي قدمت مليارين. تعال انت من انت اصلا؟ هذا واحد جديد. انا واحد جديد. هذا واحد جديد ما لك اسم بس واحد جديد. واحد جديد بس حبيبي منور. النور نور مو بمور. والله شوف بقول لك حاجه يا حبيبي
شايل الليله كلها مولع. بقول لك حاجه، اسم القصه بدر، ما له اسم، ما له اسم. اي بدر، منو بدر ذا؟ بدر اسم جديد. طيب بعد الجديد اسمه بدر. كيف 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 كان بدر معكم؟ بدر بنيدر كيف كان؟ هو قعد شهر كامل العيال. كيف كان بدر قديم؟ يعود ايام. اسمع ايش اسم القصه؟ ما له اسم، ما له اسم. بدر بنيدر قديم كيف كان معكم؟ ما شاء الله ما نحبه يا رجال. زين انه راح. اي والله زين راح. الحين انت بدر يا اخي كم انت حنا ما وصل الاحباب، ما وصل وصل طريق يا اخي الاسد. طيب اقنعكم اني انا بدر بنيدر؟ اقنعك. هو لو يقنعني لو انا ما اتوقع. المشي المشي اقنعكم. اقنعكم المشي دقائق بس. لا وين ترى في بصمه هنا. دقائق يا شباب. صراحه الجزمه الحمراء على السيناريو ولا بدون؟ ها شوف إن ما قنعتكم هذا يجيب لكم شيء ثاني. يلا 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 تفضل. واحد اثنين ثلاثة المايك لك. لا لا ما لا لا انا متابع البرنامج. انت تقلب بدر ابراهيم. ما اقتنعتوا؟ انت متابع ابراهيم حق المجموعة. وش شيلاته؟ طيب 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 اقنعكم الحين. تفضل عطنا شيلاته. هيه سلطنة يا عزوتي يا عتبة سلطنة فوق سطح الأرض يا محتمى ميدانة. هذه مشهورة ما لومك. حتى حتى العمال اللي في ذوق يغنونها. ما مو عطنا الثانية حقتها. موصل الأحباب. تعرف موصل الأحباب؟ طيب خليني أجيب لكم لحظة. لا لا موصل الأحباب. أي شوف وعارفين ومسجلين في الدفاتر اللي غايبين شايفين. خلاص امسك راح شارك. ماني ابراهيم الدين ربع في شعر بتشارك في ذا بتحب صورك. تفضل المسور لنا والله العظيم. لا لا اصبر 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 فهد المالكي عنده موال. اصبر لا لا موجه لك. انا قلت لك الله الله كمل يا الله 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 كان على الدعاء الله 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 الله. أنا سعد عيني أمسك في طاولة الخطر وتركي واقف قدامي بس كذا عشان أنا اللي يقدر خروجه. تدري شو أسوي أنا لو إنه أنت؟ شوف أقسم بجلال الله ما بقول تركي. ما بقول تركي. دقيقة دقيقة دقيقة. هذا ثامن ثامن العجائب. السبع. إن تركي يقعد. دقيقة. خليني بعدين أكتب تركي. خليني بعدين أكتب تركي. دقيقة دقيقة. وأنا إن شاء الله بكتب. بقول أنا بكتب حلو؟ وبجيب أوراق وأكتب أحمد السالم أحمد السالم أحمد السالم حقت العيال بخشها وأطلع دي. احمد السالم اجمع عليك تفضل. ايه ايه امنت محمد محمد ومنصور محمد محمد. انا ما بصرح ما بصرح. بجي بجي عندك اقول كذا. ايه قطع لي الماي. بقول ايه ايه اقول بجي قطع لي الماي. ايه مع الباب اقول بجي. كل خبلان يوم نمسكك الموضوع. ايه انك بيجي يوم والله توقف قدامي. بيجي يوم تبدي عن خطاها تندمها. عز الله انت قرصك في سما. والله انا الشيء انا محسن انا الشيء. طقت في حسوبه ما كتبت احمد السالم جمعت ابو اوراق قطع لي الماي بزيده جمعت ابو اوراق تكفين تكفين يا اخو بكيف تشوف واحطه في المخبذه واحط اصوات العيال هنا واطلع. اسمع احمد السالم بعلمك احمد اسمع التصريح انه اسلم اسلم يا رجال هو بكل واقف جنب ابشر مسعد كفو طبق اسمك. لا 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 من دخلنا انه من ايه خليك معي بس وجهه نظري افضل واحد تطور معك. والله انك الوحصه الاولى لك ثلاثه ابراهيم قسما بالله يا الشخص الوحيد حاك والله ما انت ما تفتحش ابراهيم. الشخص الوحيد اللي في حياتك اثنين استفاد من ابراهيم تغير 180 درجه احسن سلطان قحطان. ايش قصدك بعض الناس ما تغيروا؟ اي بالله في ناس من اسمه يطلع ابراهيم وشيء احنا من ثقتنا في فلوسنا ما غيرنا شيء. نغضب الجسد والله كلام دخلت ابراهيم من اسبوع وقفته من قبل تتفكك وتتاشر العالم والله ما يصير والله مرتين لا 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 تدري شنو اشباه اشمع كان يقول انه غامز لي يوم يوم ثاني اللي بجوا ما شاء الله ما شاء الله اول شيء انت كذبت رديت وهذا عيب هذا عيب والله عيب والله عيب والله عيب والله انا كلام لكن تفضل جيت تركي موسى غامز الفهد عبد الله خلاص وش بك ايش بك ويلكم باك حمد الحارثي
فمن الله. لا 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 سلطان كمال يا ودي والله ما يطلع زحول الرجال لاحمد الشهري. لا لا تكفى يا تكفى يا ولد انك تدور. اسعد الله انك تجي قدامي انت محمد منصور. سعد الله. لا 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 اجيب قرار من راسي انا. لا 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 ان شاء الله يجوا اثنين قدام كذا يطلع واحد تركي. ان شاء الله نجيب ابراهيمين الاول في تركي والثاني في والله نجيب قرار. اسمع تركي تركي كفو بجيب قرار من راسي. اثنين اثنين مع الباب اثنين مع الباب يا ولد الا تعال صحيح حمد السالم عشان ما يدخل ابراهيم حمد السالم حمد السالم كل يوم اصور العرب كل يوم هو عنده منام يقول ما يطلع ان شاء الله محمد المنصور انا اصوت. ها ما يطلع محمد المنصور انا في التصويت. لا يا محسن من الحلايب كلها عاد محلب. شوف السعد صوتي مرهون لك. يلا عبد الله عنده مبادره. توكلنا على الله. بصمه بصمه ولا بصمه 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 ولا استاذ الله مهدمك والله احمد لو تسوي تخيل لو تسوي فيك اجمع اوراق واكتب احمد السعد هذا البرنامج يا الله بيض على وجهك احترمت قلت تفضل لكن ابو خمك طلع مع الباب. يستاهلون النعمه بيون القبور ما تحمل غيبتك لو ثانية ودمع عيني ما يوقف بالنزيف بدون شوفك فانية الحياة بدون شوفك فانية لا تشمت بالعدا خليك حليم والمشاعر كلها لك عانية العجايب سمع وانته يا لطيف من جمالك أصبحت ثمانية من جمالك أصبحت ثمانية من جمالك. تعال تعال أحمد أحمد سلطان تعال أحمد تركي موسى أرفع لك القبعة احتراما لك والله العظيم هذه مجموعة الصالحين ما عرفتك يا الربيز أو لا والله لا والله الرجل يحب يسولف تعلم الصلاحات قام يعطينا المنتج. احمد السالم تمسك المقام زين لا والله غير لا والله غير لا والله غير لا والله غير قسم بالله اني صادق قاعد انا اكلمك جد اسمع اسمع والله كل يجي زي صطف النظافه غيره غيره اسمع لا والله غير كلام من يوصلك لا والله غيرني خل ما راح ما جاء واللي اعلمه خيرك الصبح وزياد امسك اوف 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 وزياد امسك النظافه مجموعه اسمع وشو ابو زياد كفو هذا الدوله من يوم انا في دمك انت الكلام بيض الله وجهك انا كلمتك بيض الله وجهك هذه رابع مره بيض الله وجهك بيض الله وجهك شوف الغرفه جاد هذا معناته تهاون انه تجيك وظيفه بدرجات وانت تستغني عنها وتقول يحترم الستره اللي لابسها ابو زيده ابو زيده بس ايه الله يحدنا على احد ويمنحني شرف اني اعطيك البسك لا 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 ما تلبس سترة النجاه من ما تلبس يا احمد انا ما خليت ابي بذراعي بيمين ايش اخذ يعني دقيقه تدري انه فارغ ترى كل الكلام اللي قال انا مغش خاب انا خاب رجل فارغ انا مغش انت تعرف اني معلمه السؤال محمد منصور انا معلمه السؤال انا مغش اعلمه السؤال واعلمه كل شيء والله كنت كل يوم هم طلعوا بالثلاث وشو هلا لا ترى ما بري لذيب ذيب يتصم سواق يطلع صباحيات وعصريات وليليات وفي النايت في البرايم حسن نادي الشباب كله ابجادي ذيب يقول
وين ربي مغريك عنهم انت في كل برايم موجود يا رجل ذيبه هو الثابت بقيم ذيبه 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 يحب يسولف ولا انه ربي خابر مدى اقول انا ما محتاج اسولف معه وجهه كل شيء تضحك الله يسعدكم النجاح هذا والله من نجاحكم انتم انتم نجحتوا الله يسعدكم محمد الداخل كانت جميله شكرا لكم حبيبي الله يسعد يا شباب لا حد يطلع لا حد يطلع من الهنجر اي طيب من المؤذن هنجر يا عيال خلاص شاهني نزي ها روح شوف تاكد باقي خمس دقائق بسرعه يلا يا حبيبي الله يسعدك انا ما اروح هلا المونيوم اقلب قبل وقت والله سمعت عادي اقول الحين مشاركت اي عادي قلب طيب اقول الاسره يجب ان تتكاتف وتتساعد على احتواء ابنائها الام الاب الخال العم الجد الجده لا بد ان يحتوون بعضهم البعض اذا ما احتويتوا ابنائكم ترى اصحاب السوء يدور من يجلس معهم يدورون من يدور اقرب واحد ما عنده أيه؟ اهل اصلا يعني مهتمين فاذا بزيادة. الاسره ما احتوت ابنائها فاصحاب السوء يا كثرهم وبيحتوونه والطفل راح يتقبلهم بسهوله لانه اساسا هو يعني مهمش من اهله يعني واحتواهم من هذا الابن ليس محبه اكيد لا ضياع ضياع يبونه يسوي طاعات معهم يبونه يخلونه زي يعني في اي امر يبغونه يخلونه يعني هو كبش الفداء عندنا. فعلا صح هذا يصير كثير طب روما تكلمت يوم اني قلت هالشرط انا بس انت انت شرط اخر شيء بعد الوقت ابي وقت محمد منصور يا مكان معله معله يلا معله الحمد لله عاد مشاركه الشباب كانت جميله سلطان ايش سويت شخصيتي ظبطت شخصيتي حسن ادو باقي ثلاث دقائق سريع انا ما ظبطني شخصيتي ظبطته ها وراو ظبطته ظبطته شخصيتي شخصيته لا بس هو شخصيتي انا الله ما عرفتك يا ما تضبط علي شخصية لا 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 خليك كذا ظبط له شخصيته قسم بالله اني ظبطت لك الشخصية انها تاريخية يا عبد الله لو انك الشخص زي كذا من اول نعم سم حسن يلا قم اذن حسن اذن يا حبيب قلبي اعطيك باب فهمت والله انها حلوة لكنك الله يسلمك من يوم صرت سفير وانت متغير علينا صاير نفسية ها لا لا دي حسن 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 وقف دي وقف سو كذا سو كذا ترى ابوش اي حسن يلا لا لا انا نزل اي حسن يا ابا داري 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 ايد العطمة دي كلها يا صدقني يا خليك يا حسن اوديك عند شاورما كينج عند دقيقة يا قلبي طالع عم بتعلق انت اكيد كذا بس بطيح 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 ووو لا 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 والله انك تدور والله اني ادور الله يدور والله يا مرحبا الله يدور يا تعبان يا راسي الله يقلع ابليسك شلون باذن الحين صدق توقف الله يقلع ابليسك والله اني دوخت يا رجال ابي يا 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 الله يقلع ابليسك ايوه 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 انا شلون باذن انا اضيع القبله اذن وراسي يا راسي الله يقلع ابليسك بارك الله فيك يا سلطان يا البعيد يلا اذن يلا اروح اذن يا من اللي بالح فيه هذا اللي بالح فيه ذا الراس راح اذن ايش فيك ماني بقادر اقوم يا الله اليوم يا راسي ما يقلع ميزك يا صلاح بالله الرحمن الرحيم عرضكم مايله ولا انا الماي ما يقلع ميزك يا طبعا يا راسي هاي عيوني هاي الله يقلع ابليسك يا سلطان هذا خويك عند المسجد دورت راس الله يدور عشان لا تطيح ولا شيء
عشان لا تطيح ولا شيء. ولا عشان تثبت القبلة أول شيء. يا راسي. يا راسي. شوف شوف شوف. إي لب نعيمي يعني يعني مرة. استدفادي عميم يقول البرتقالة برد عيني. برد عيني. حتى البرتقالة تحسها دلع. تحسها مو زي اللي عندنا. أتحداك تسمي التفاح. شو يسمون؟ تفايحي. تفايحي. هذا عندنا هنا في الرياض يقولون. يلا صل صل. أوكي. أذن خلاص. قبل كذا الله يحفظك. كذا. ماشي. صف الثاني صف الثاني صف الثاني. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.